يعني انا مقنتقطع شان هارتني انا مقنتقطع انا من انتو تقطع انا كنتقطع شي بوطة شوف اخوتي المغاربة عاد هذوك البوطة ومفاجرة فيا من الداخل واش انا في العافية مفاجرة انا دي 7 ايام وبنتك ما تكونش داكوري ما كتفرقش عليا جنين 7 ايام وانا كنتقطع وبغيت بنتي وداد وبغيت بنتي الكويده الزينه رجع ليا حمامتي طارت 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 حمامه طارت 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 حمامه طارت طارت حركه ولادها على قبل حركه راسها على قبل ولادها بغى بنتي انا ما بغى حتى حاجه من غير بنتي وداد مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى بطلب عدد كبير من المغاربة ربطوا بي الاتصال في الموضوع ديال سومية. مشاهدينا الكرام سومية قصة غريبة صراحة عندها وليد وعندها بنية آية في الجمال في لحظة من اللحظات كتختفي. سومية دارت جميع الحلول باش تلقاه وقبل من الواقعة كان عندها شنآن مع الأب ديال هاد الوليدات وخدت واحد القرار خطير باش هي توصل انه تدير لهم الحاله المدنيه حفاظا على وليداتها. مشاهدينا الكرام الام سوميه لازالت تطالب المغاربه وتطالب المسؤولين ورجال الامن قلبوا لي على بنتي. نشوف معاه شنو الجديد في الموضوع. سوميه طلبوا مني الناس نتناول معك القصه. مرحبا بك انت كنهضر معك وانت كتبكي هذيك البنيه هي كل شيء عندك. فين وصلت الامور؟ باقه اليوم 7 ايام وانا كنت قطع مشيت لشيشان مشيت ما خليت فين قلبت خرجوا معايا البوليس ديال شيشان وباقا الدريه ما بانتش. انا متاكده بنتي سادين على تما متاكده سادين على تما ما عرفتش اش غدير. حركت راسي على قبلهم باش ناخذ حقهم باش نصايب لهم الحاله المدنيه وفي الاخر يشدوا وحده دات ليا بنتي داتها لواحد البلاصه في شيشان ومني مشيت انا شيشان واحد الدريه قالت هضرت معاها وهي تقول لي يلا مشي مشينا في الطاكسي انا وجوج دريات انا مهلسه وشادينها وغادي هربانين بيها في داك الخلاق وانا ما عندي رجل والدريات ضربوهم اللي معايا جوجات صغار ضربوهم. ولكن هادشي اللي كتقولي انت واش شفتيه بعينك ولا قالوا لك؟ شفته بعوينات. انت مشيتيهم هربانين لك بنتك؟ شفتهم وش قلتي للبوليس؟ قلتهم ودخلوا لي للدار ما هي مره ما يجوز مشاو لي تما فطور باش يكون تما وما كاينش. قلت للبوليس وقال لي كاينه في واحد البلاصه كيقولوا لها حفره الديبه خايبه تما في شيشان. قال لي ما كيدخل لها حتى واحد. قلت لهم انا ديوني لك حفره الديبه وخليوني نموت تما اللي خايفين منها وصلني انا بغى شي واحد يوصلني لك حفره الديبه انا نموت. كيقول لك نموت على بلادنا وبالاولادنا انا نموت على ولادي. سيري معايا بشويه سميت نفهم وراه كلام كبير. هاد حفره الديب فين جات؟ في شيشان. شيشان فين جات؟ ما عارفاش. انا كنشد الطاكسي حي الفالح عاود نشد الطريبورتو الموتور كيديني تما ديك البلاصه عمرني ما مشيت لها في حياتي اول مره. لمن تابع الحي الفالح؟ ما عرفتش لمن تابع. الكوميساري ديالهم واقيلا الولايه واقيلا والله ما عرفت. تابع المولاي رشيد؟ واقيلا ما عارفاش انا ما قارياش ما نعرفش انا. كيفاش حتى باش بنتك انت كانت غدا معاك قلتي خطفاتها وحده وداتها وزهر ما فهمتش. لا ماشي كانت معايا انا يا مشيت دابا صيفطوا لي شي ناس الله يخرب عليهم شي حاجه قال لي سيري باش تقدي لولادك هضر مدين. مسيت الوافاكاش خلي الدريه هنايا جايه فرحانه جايبه لها واحد كان طالبني على مشطه ديال السيسوار وجايه فرحانه وجايبه معايا اللوبيا بالحم الراس كنجي كنلقى الدريه مشات جات لها خيتي اللي ديكلاريت بها وقلت لهم بغات تخرج هاد الشيشان. انا مديكلاري قبل انا وبنتي مشينا للكوميساري وديكلاريت انا وبنتي وقالت للبوليس بحال هكا قالت لهم راه قالت لي يلاه معايا الشيشان وباغا ديني الشيشان وعاودت لي بنتي كلشي. مشيت انا لسميتو الوفاكا جايه فرحانه جايبه لبنتي ديك المشطه وجايبه معايا اللوبيا طايبه بالحم الراس باش نتغداو معاكي نجي تلقاي الدريه داتها هذيك. هادشي قبل من رمضان؟ قبل من رمضان. اليوم شحال دابا باش غبرت؟ نهار اثنين. الدريات صغارات بنتي انا اي واحد تخرج برا تسولو راه ما كتخرجش حد ملا شافو كتصبن حدا الباب تصبن الزرابي الزربيه ولا تصبن الجمانطات ما كتخرجش بحال فيها ما دير حتى واحد كتبغي تبقى بوحدها ما كتخرجش مدرسه الدار هي اللي كطيب لي حيت انا مهرسه هي اللي تعجل لي الخبز هي اللي كلشي انا ندير الحديد هي اللي معاوناني وبنتي في الاخر هي مشات لي اليوم 7 ايام واش كما وقع لي انا كنت مسدود عليا كان سد عليا
وقتها عصبني وكان كيضربني وكان كيتكرفس عليا، كان مكرفس عليا بزاف. هذا شكون باهم؟ اييه. وانا كنتوقع بنتي واقع لها بحال هذاك الشيء اللي واقع لي انا. كنتفكر بنتي انايا في هذيك الحاله اللي كنت فيها انايا وكان ساده لي، كنتفكر بنتي دابا في هذيك المرحله. باغا بنتي انا، باغا بنتي واسيد وحموش واسر حموسي وعافاك. لما شوف هاد الام العزيبه راه حركت ولادها على قبل، حركت راسها على قبل ولادها. باغا بنتي انا، ما باغا حتى حاجه من غير بنتي. وويداد ووسام، كانت سميتها وسام، ومني من حركت راسي ولات سميتها وداد، ودار دار لها الكنيه وكفوا معايا المخزن وداروا لها الكنيه من حرق راسي. وبغيت بنتي وداد، وبغيت بنتي الكويده الزينه. رجع لي حمامتي طارت طارت طارت، حمامه طارت 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 طارت، حمامه طارت طارت طارت. فهمتي يا ابوي؟ تحول السعيد اجدني الله يجزيك، اجدني وجه الله خيرك. مشيتي للامن؟ جاو لي هما، جا عسير كوميد اناسي الله يعلي عليه، وداوني وخذوا وقال لي عطينا الوراق. انا ما نعرفش نقرا، جبتيهم الصاك كامل، خذوا الوريقات اللي باغين، خذوا التصويره من التليفون، طلعوني للكوميساريه. بقيت معاهم حتى ديك الربعه، حيت انا فايته ديكلاري تبع هذيك خيتي على باغا ديها ليا ياك. هما بقاو يجبدوا قلبو تجبدوا سميتها، حيت هما مني جاو قال لي جبدوا الكنيه، جبدوا الكنيه الجديده، خذوا الورقه ديال الكنيه الجديده ديال الحل المدني الجديده. عاد قلت لهم انا راه مديك لايه في الكنيه مني كانت عندها الكنيه الاولى ديال المخزن. عاد باش هما يجبدوا سميتها وسام المره الاولى، عاد جبدوا وسام وجبدوا الكنيه المره الاولى، عاد باش لقاوها راه ريسورسي هذيك الدريه وياي. ملي جاو لعندك قلتي لهم هاد المعلومات ديال هاد الجاره اللي كتعرفها اللي شاكه فيها انت اللي واي وانا مديك لاريا بها، راه جبدوه جبدوه الريسورسي ديال هاد الدريه جبدوه. ما بقوش شنو قالوا لك دابا فين وصلوا؟ ما قالوا لي والو. مشيت البارحه وثاني ندير طوما ديال طوما، قال لي سيري ديال انازي. مشيت ديال انازي قال لي ما عندنا ما نديروك، سيري للدار تاع نهار اثنين. يعني انا بقى نتقطع حتى نهار اثنين، انا بقى نتقطع. انا انت تقطع، انا كنتقطع شي بوطه. شوف اخوتي المغاربه عرفتي هذوك البوطه، وانفجره فيا من الداخل، واش على فيا العافيه، انفجره انفجره. انا جيت سبع ايام وبنتك ما تكونش عندها كوري، ما كتفرغش عليا سنين، سبع ايام سبع ايام وانا كنتقطع، ما كندوق لا نعمه لا والو، كنتقطع. وكون تغفر تغفلني عيني هاو ضربني الفايقه بحال هكا تشعل فيا العافيه، او تاني ضربني. الناس ناعسين والناس فرحانين برمضان، باغيين ياكلوا مع ولادهم وفطروا مع ولادهم، فرحانين. وسميه منكده تقلب على كبيده، الحمامه طارت طارت طارت. صبري يا اختي صبري، الله يسترك. مشاهدينا الكرام، الامور واضحه، ما يهمنا كيف كلتا الحالات. ام عزيبه نقاش مع الزوج، خدات واحد القرار باش انصاف الاخير وكمل مع الاجراءات وتخلص السلطات صوبت الحاله المدنيه. ساعديني الله يستر عليك، الا قدرتي ساعديني الله يستر عليك. انا ما نقدرش نختم وانت في هذاك الوضع بهذه الطريقه، ساعديني الله يستر عليك. نطلب الله تعالى تبان ان شاء الله. وها صبري معايا، صبري الله يستر عليك وغادي نكمل ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، في كلتا الحالات كما قلت في السابق، هذه ام عندها بنيه وشابه جميله كما تبعتوا معنا في الصوره، وحقائق اخرى كان دازت هي في منابر اخرى وتكلمت في الموضوع. وحنا الان اننا تحنا نساهموا في الهدف اللي عندنا اسمى في الموضوع، هو العثور على الابنه ديالها، فينا هي البنيه ديال سميه. مشاهدينا الكرام، حسب السن ديالها هي قاصره، وهذا هو دور الامن، لانه هذه ما كايناش في سن الرشد اللي يقولوا تصنع القرار راسها. هذا رساله ونداء في هذا العواشر في رمضان، وهو دور القانون في حد ذاته اتخاذ المتعين باش هذه الام ترجع لها الابنه ديالها. هذا جانب، كما انني غنوضع رقم الهاتف ديال الاخت للنداء للمغاربه، كل من ساعدها او واساها في الظرفيه الصعبه وهي في رمضان حتى تلقى بنيتها، وهي كما تبعتوا معنا اشكال مشكل نفسي، عوامل كثيره تحملت ازمات، وطلب عدد كبير من المغاربه قالوا بغينا نشوفوا القصه ديال سميه. حاولت ما امكن انني نشوف اللي هو اولى، الاهم والمهم والاقل الاهميه. الاهم الان هو الاختفاء، من بعد ممكن نشوفوا
القصة ديالها من الأول. عاباكم أخوي، عاباكم وليت لما رجعوا لي، أنت عاباكم أسيد الوكي، عاباكم رجعوا لي وبغيت وبغيت سي الحموشي تا هو عاباك سي الحموشي لما وقف معايا. شوف هاد الأم العزيبة اللي تكرفست حياتها كاملة تكرفست وفي الأخر بنتها تضيع عليها، عاباك سي الحموشي عار ربي. الله يسترك أختي، إن شاء الله نتمنوا يكون خير. مشاهدينا الكرام أرجوكم بارطاجيو هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائدة أكثر ونوصلوا لهذه البنية. أنا وضعت الصورة.